فيه الحمزة علاء، في حاجة مفاجأة لحمزة علاء دي. لو ممكن نقول إن حمزة علاء بدايته أصلا كان لعيب كرة يد، ياه كان لعيب كرة يد في بدايته، وده كان قاله في بدايته خالص هنا في برنامج الأشبال مع الكابتن أسامة حسني. لو ممكن حتى نستعرضه. طب يلا يا شباب ورونا الفيديو جاهز. طب يلا اتفضل. كنت راسم نفسي لعيب كرة يد. يد أنا قعدت فترة كبيرة بلعب كرة يد في نادي اليوبلس. يعني أنا بعشق اللعبة دي بصراحة، حتى لحد دلوقتي بتفرج ما شاء الله مصر ومنتخب مصر مميز. لا وكمان الفريق دلوقتي ما شاء الله فيه ناس كتيرة من نادي اليوبلس أعرفهم شخصيا، يعني واحد من أعز أصدقائي دلوقتي يعني يعني لا لعبة بصراحة أنا شخصيا بحبها جدا. يعني هي في الأول كانت الهاندبول، وبعدين يعني فضلت ألعبها شوية مع الكورة، بس طبعا وصلت المرحلة كان لازم أختار بقى خلاص. يعني مين اللي حول وجهة نظرك اللي بعد كده للكورة؟ لا هو أنا كنت يعني أنا كنت موجود بلعب اللعبتين مع بعض لحد مثلا 2013. في 2013 يعني كان خلاص بقى، كان حبيت الكورة أكتر، غير اني حبيت الكوره كان خلاص، يعني كان وصلت لمرحله في حياتي لازم اختار بقى، يعني اختار مستقبلي واشوف انا مصلحتي فين، ويعني اللي فيه الخير ربنا يجيبه ان شاء الله.